السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد مع قناة الأوديو سي تي في كالمعتاد. مرحبا بكم جديد. اليوم في العشية ظهر واحد المباشر ديال الشيخياتنا بحال المعتاد، دوك اللي في الخارج كيعيشوا وباغيين يديروا دولة في البوليزاريو وباغيين يديروا دولة في حسيمة وباغيين يقسموا المغرب. المهم واش نسميهم؟ ما عرفتش انا، ما عرفتش. بنادم كيهضر على يريد التجزئة المجزأة. تصور العالم العربي ولا الاسلامي عموما تعرض للتجزئة والتقسيم وسايكسبيك والكانتونات والزرائب، وشي وحدين باغيين يزيدوا يقطعوا داكشي المقطع، يعني الشدوقة ديال الخبز باغيين يزيدوا يفرتوهم يردوهم كساير ولا ما نعرف. دابا غير نتوما فكروا معايا، فكروا معايا، هذا المغرب هذا قداش اللي باغيين يقسموه؟ شوف روسيا، روسيا عباد الله 17 مليون كيلومتر مربع والزيادة، 17 مليون كيلومتر مربع، ومع ذلك باغا تزيد ترد ديك اوكرانيا المارقة اللي كتعتبر راها من الاراضي ديالها، باغا تزيد تدخلها، يعني ما قانعاش. الصين الشعبية، الصين الشعبية راها 9,500,000 كيلومتر مربع، ومع ذلك باغا تدخل تايوان وتزيد تكبر، لان ما كيقنعش هذاك الشيء. وهما دابا المغرب، المغرب شحال فيه؟ المغرب راه البهدله، 700,000 كيلومتر مربع. دابا المغرب فيه 700,000 كيلومتر مربع، اجي نخرجوا منه الصحراء ونخرجوا منه الريف شنو غيبقى؟ واش هادو عندهم شي عقل ولا لا؟ ومرتامين فين؟ في احضان الجزائر، ماشي في احضان الجزائر، عند العساكر ديال الجزائر. يعني العساكر الجزائر هما اللي غادي ينقذوهم، هما اللي غادي يعاونوهم، هما اللي غادي يجيبوا لينا حنا الخير كمغاربه. هاد العساكر ديال الجزائر، القتاله، المجرمين، الشيوعيين، الملاحده، الاشتراكيين، وكلشي كيعرف هذا الشيء، والجيوش العربيه كامله بما فيها المغربيه، فيهم اللي كيصلي وداك الشيء، ولكن القاده واللي كيسيروا المسائل، الا ما كنتيش شيوعي وما كتامنش بالتاريخ ديالك وما كتامن لا باسلام لا بعروبه، راك ما تشدش القياده بتاتا على عين. واش دابا حنا غنرتميو في الاحضان ديال وحدين عندهم عشريه سوداء قتلوا 4 مليون مسلم، 250,000 مسلم قتلوا هاد العساكر هادو، نوضو حنا نرتميو في الاحضان ديالهم ونطلبوا منهم النجده وينقذونا حنا المغاربه. بينما المغرب التاريخ ديالو السوداد، المغرب يحكم من جنوب فرنسا الى السنغال ومالي وتشاد والسودان، يعني ها يوسف بن دجافين، المنصور الذهبي، امبراطوريات عظمى حكمت نصف العالم. نجيو حنا دابا في اخر ايامنا نتبعوا هاد الزريعة الكتان هادو مساكن. قال لك اسيدي نرتمي في احزان الجزائر اللي هي غادي تنقذنا من الظلم. الظلم راه كاين فعلا، الظلم راه كاين، ماشي كنكرو، ما كنقولش راه ما كاينش الظلم، والظلم ظلمات، ولكن اشنو هو الحل؟ يعني عوض ما نفكروا في حل ونصلحوا ما بينا. واش دابا انت اللي كانت عندك شي عماره ولا شي دار مشقه تنوض تهدمها عاد تبنيها؟ راه يمكن لك دير لها الترميم تصلحها. زيد على ذلك حاجه اخرى، هاد الناس هادو شنو هما المرجعيه ديالهم؟ واش برتقيزيين؟ واش تلاحيده؟ واش ليبراليين؟ واش علمانيين؟ انا كنحلف لكم بالله انها النموذج ديال العلمانيين، ومن خلال الهضره اللي كيقولوها. علاش؟ لان العلمانيين اللي كيحكموا دابا كيمارسوا الفساد، كينشروا الشذوذ، كينشروا الخمور، كينشروا الشجائر، كينشروا الاختلاط، كينشروا الزنا الى اخره، الحريه الجنسيه، الحريه الجسديه الى اخره. هادو راه نفسهم نيت، ولكن غير الغريب في الامر مره كينتقدوا الفساد، الاخر كينتقد الفساد وشعل قارو، فهمتي؟ ينتقد حقق لك البيران من البيران، السياحه الجنسيه، وهو عايش مع صاحبته ماشي مجوج اصلا. اذا شكون هما هادو؟ تسمو بني قرويد، تلاحيده، الملاحده، العلمانيين، الليبراليين، ما كاين حتى شي فرق. على اين باش نبقاو نوصلوا للموضوع؟ راه التشتت ما خصناش منه، البلاد فيها الفساد والمفسدين، اييه، ولكن ماشي نرتميو في الحضن ديال العساكر ديال الجزائر اللي بيدهم هما اشتراكيين وقتالين الشعب. دابا الشعب الجزائري يقدر يخرج مظاهرات، يقدر يخرج يعبر على الراي ديالو، هو بوتفليقه كان جالس في كرسي كيحركوا لي اليدين ديالو بالخيوط بحال الكراكوز، وباغني ما نعرف وخلي خوه وداك الشيء. المهم تار الشعب ودار اللي في اللي خصو يدار، ياك عاود جاو العساكر وضحكوا عليهم وقال لهم صافي حنا صلحنا الامور، حنا درنا الرئيس، حطوا هذاك التبون الى اخره. ولكن اللي كيحكم راه هو شنقاريجه، راه العسكر دائما هو اللي كيحكم، يكذب عليك المكذب يقول لك راه كاين الراي ولا الراي الاخر او للحريه، راه ما كايناش، العساكر هما اللي كيحكموا. الادناب ولا كيقول لك لا فرنسا تحررت من كيقول لك الجزائر تحررت من فرنسا، باش تحررت من فرنسا؟ ها هو الرئيس ماكرون جا عاوتاني وكيعنقوا ويتباوزوا الى اخره. الى خرجت الجزائر من فرنسا غتعنق روسيا،
كيقول لك الجزائر دولة مستقلة. باش مستقلة يريو استوار باش مستقلة الاستقلال إلا ما كنتش كتصنع السلاح ديالك والطوموبيلات ديالك والماكلة ديالك والملابس ديالك راك ماشي مستقل، عبارة على عبد من العبيد بحالك بحال الباقي. أنا قلت لكم شوف روسيا، روسيا 17 مليون كيلومتر مربع، الصين 9,500,000 عباد الله، وباغيين يزيدوا يتوسعوا يكبروا، حنا عندنا 700,000 باغيين نشتوها نجزئوها. واش هادو عندهم شي عقل؟ واش عندهم شي منطق؟ والمشكله كيعيشوا في الخارج، تصور الاخر كيعيش في الخارج، كيشوف السوق الاوروبيه المشتركه، وكيشوف البنوك كتاحد والشركات كتاحد، لانه لا مجال للعيش كقزم او كانسان او شركه او دوله صغيره، ضروري خص الاتحادات العظمى باش الانسان يونطر ويعيش في هذا الكوكب اللي فيه السبوع على ما كان تيجي السبع ياكلوا. هادشي كيشوفوا بعينهم، ومع ذلك باغين يجزئوا المغرب. فلذلك خصنا نكونوا حذرين من هاد المساخيط، كما نكونوا حذرين من الاوباش اللي في المغرب اللي هما الاعلام والسياسيين والاحزاب واحزاب الشر القرويديين، خصنا نكونوا حذرين منهم، وكذلك نكونوا حذرين من هاد اللي كيتسموا المعارضه والمهرنطين في الخارج. نتمنى الصوره تكون واضحه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.